مرحبا بكم معايا اليوم في مطبخي مطبخ وتدابير ام ميساء. ان شاء الله نلقاكم اخواتي كاع بخير وعلى خير كما عودتكم. هنايا اليوم الوصفه تاعي سهله وبسيطه. هنايا بغيت ندير هذه الوصفه للغداء تاعنا، قلت نشاركها مع البنات بالك شدوا فكره. هنا نعرفوا كيما الجلبان راه وقته هو والقرماع، نحاولوا ننوعوا في الاطباق والوصفات تاعنا. هنايا اليوم موالف، هنا نعرفوا باللي الجلبان نعمروه، عفوا القرناع نديروه مع الجلبان، ومي نعمروا القرناع بلا فيون داشي وكاع. مي دي فوا كيما توجور نقول لكم باللي خطر الصوالح ما يكونوش واجدين كاع، امل انا مي ما يكونش واجدني لا فيون داشي ما تكونش واجدتني، شندير هذا القرناع. غادي نعطيكم وصفه جديده، بالكش بالنسبه للاخوات، بعض الاخوات تكون جديده وكاين اللي يعرفها. نعمره بالفرماج ومن بعد نغطسه في البيض ونقليه بلا شابلور ونزينه مع طبق تاع الجلبان تاعي اوليو باش نديره في لافيون داشي. ودوك نقول لكم المراحل اللي نديرهم. هنا بالطبع الطبق تاعي عادي كما تعرفوا، هنا الطبخ كل واحد والطبخ تاعه وكل واحد وال يعني الطريقه تاع الطبخ تاعه. انا اليوم عندي هنايا هذو اطراف تاع الدجاج، قلت لكم غداء تاعي عادي بغيت نشاركه معكم. عندي اطراف تاع الدجاج، هنا عندي الجلبان، راني مرابيه حبه تاع البصل، هنايا مغرف صغيره تاع الطوماطيس، غادي ندير شويه زعفران ولي زيبيس اللي نديرهم اللي هي سكنجبير، شويه كركب، فلفله حمراء، وشويه طرفه تاع العود، الملح، وبالطبع ما ننساش ثلاث مغارف تاع الزيت. وهنايا البنات هنا السكر، انا راه عندي هذا تاع قريطه كي نقولوا حنا القطع تاع السكر، نديرهم انا توجور في الجلبان. علاش؟ هنا الجلبان نعرفوا بلي فيه لي غاز، الوغ صحاب اللي يكون عندهم الكولون كاع من ياكلوا الجلبان وكاع يضرهم. الوغ هذا السكر هو من نديروه في الجلبان اول حاجه يعطينا الحلاوه، الجلبان كاع تاعنا يكون صامط يعطينا الحلاوه، وثانيا كي نقولوا هذا السكر يقلع لي غاز، نعرفوا شتو ليمونات كوكا وكاع باش نعرفوا نقلعوا لي غاز تاعها. كي نديروا داك السكر لي غاز تاع الكوكا يروحوا. اما نفس الشيء بالنسبه للجلبان، كي نديروا مغرف ولا زوج تاع السكر لي غاز اللي يكونوا في الجلبان يقلوا، ما نقولوش يروحوا كاع، مي النسبه تاعهم تقل. هذه فكره بغيت نعطيها لكم وتدبيره على السكر اللي نديروه مع الجلبان. وبالطبع انا هنايا ندير معاه حبه، ولا انا عندي لا كونتيتي قليله باغي ندير حبه تاع زروديه اللي تمد لنا هي فاني الحلاوه. هنا دروك ش ندير؟ نقلي عادي، قلت لكم طاجين عادي، نقلي البصل ومع الدجاج تاعي مع لي زيبيس كاع اللي ذكرتهم لكم. ومن بعد هنا نعطيكم الطريقه اللي درت بها القرناع. هنا البنات نقيته مليح وفورته. علاش نفوره؟ خاطش اللي يبغي يديره في المرق، المرق يطيب، ما تخافوا كي نقولوا يحشيها لكم يطيب بزاف، هو يليق يكون محافظ طايب، شوفوا ما محافظ على الشكل تاعه باش مين نقلوه كاع يعطينا ان ديكور في لو بلا تاعنا. الو هنا ديريه عادي ما تفوري لا ملح لا والو، تحطي الحبات تاعك من بعد ما تنقيهم تغطيهم وتخليهم يفوروا مليح. كي تشوفيهم طابو اي ليق تخليهم يبردوا تماما باش ما يغبنوناش. ومن بعدها هو الكميه تاع الفرماج اللي تبغيها تمرسيها مليح مليح مليح، نمرسوها ونعمروا الحبه تاع القرناع تاعنا، ومن بعد نغطسوها في البيض ونرمدوها في لا شابلور ونقلوها. انا دروك غادي ندير المقادير تاعي تتقلى ونعاود نرجع معاكم البنات. هنا البنات راني نقلي في الطاجين تاعي. هنايا اول حاجه باش يجي الطاجين تاعنا بنين وخاطر يليق نقلو المكونات مليح مليح، يعني نقلوهم مع البصل ومع المقادير مليح مليح هنايا. ومن بعد البنات فاني الحيه الزوجه من نسقو، ما نسقوش بالماء عادي، يليق نسقو بالماء يكون طابخ يعني الماء حامي، ومين نسقو ما نكبوش ديريكتومون على الدجاج تاعنا والاخر، نكبو في الجنب كيما هاك باش هذوك المكونات كاع اللي دخلوا في اللحم تاعي يعني يقعدوا قابضين البنه تاعهم كيما هاك. دوك نزيد ونزيد نمرق شويه وندير الجلبان
ونبلع على الطبق تاعي نطيبه ونولي للقرنة. درنا دروك الطبق تاعنا يطيب، نولو للقرنة. هنايا ها هما الفرماج كونتيتي اللي تبغوها على حساب القرنة اللي يكون عندكم. نمرسوه كيما هاك بالمغرف ونقبضوا الحبات تاعنا تاع القرنة والبنات ونعمروها هنايا كيما هاكا. نعمرها بالفرماج يعني هاكا، نعمرها مليح باش تجي بنينة. ونغطس هنا ها هي في البيض، نغطس كاع الحبات تاعي في البيض ومن بعد نقطرها مليح ونرمدها في لا شابلوغ كيما هاكا عادي. ومن بعد نكمل الحبات كاع تاوعي ونقلوهم ونخلوهم يبردوا ونقدموهم على الطبق تاعنا. ومن بعد نولوا طبق تزيين. اول البنات الطبق تاعنا تاع نهار اليوم هنا، شوفوا هنايا القرناع هاني حليت لكم باش تشوفوا هنايا يجي معمر بالفرماج. ومين تاكلوه البنات صدقوني واحد البنة يمدها لنا بنة رائعة. ونغيروا في الأطباق تاع القرناع مع الجلبان تاعنا. هنايا شوفوا هنا في القلية تاعه تقلوه من التحت كي يحمر مليح ياخذ ديك التحميرة، تقلبوه هكا على فمه وتعاودوا ثاني تعطوه هذه التحميرة. وهنا البنات شوفوا المرق تاعنا كي جا عقد هنايا، على قلت لكم التقليه وكاع هذيك تلعب دور. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الطبق. هنا قلت لكم بغيت نديره الغداء تاعي، قلت نبارطاجيه مع البنات ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوناش توجور كيما نقولها لكم ونعاود بالجام وبالدعم تاعكم اللي هو توجور يشجعنا باش نقدم لكم الجديد الى وصفه اخرى ان شاء الله.